الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد نويني، الكاتب العام المحلي لكمبيوتر العام لسائق سيارة الأجرة الصنف الثاني بمدينة الرباط. بالنسبة لهذا اللقاء اللي كان يعني اليوم على مستوى يعني مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لاسيديتي، يعني تمحور هذا اللقاء حول المشاكل التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة يعني منذ مدى الصنف الثاني، أقصد يعني رغم الشكايات رغم التذكير رغم طلبات اللقاء، وبالفعل على مستوى عملة الرباط يعني ولا على مستوى ولاية الأمن وصلنا الى الأبواب يعني المغلقة يعني في إطار الحوار مع المسؤولين يعني الكبار الذين يتولون المناصب في إطار حلحلة كل المشاكل. فاليوم تمحور هذا اللقاء وأعرج على سيارات الأجرة الصنف الأول لمدينة الرباط التي أصبحت تصول وتجول يعني اكتساحها داخل مجال التراب بدون حاسب ولا رقيب، تفريغ المحطات العشوائية، كذلك سيارات الأجرة الصنف الأول لمدينة سلا وتمارا وما جاورهما يعني للجهة، وكذلك النقل السري، استفحال النقل السري برمته يعني التقليدي والعصري. يعني اليوم ما لقيناش أذن صاغية من الجهة الوصية في إطار يعني رغم أننا كنا غناخذوا واحد المحطة نضالية في 5/9/2022، فتم يعني المنازعة من طرف الجهة الوصية، فبناء عليه انتظرنا واحد الشهر حسب ما قيل لنا حسب المتفق عليه. فاليوم مرت سنة وما فوق لم نجد أي شيء، وتبعثرت الأوراق يعني مدينة الرباط أصبحت يعني كغابة نعيش فيها. يعني أصبحت سيارة الأجرة الصنف الأول وسالة يعني من باب شلة للباب البيبة، حمل الركاب إلى ديور الجامع إلى القبيبة، جميع الجهات حدث ولا حرج، لو كان متسع من الوقت لسردت لكم ذلك لكي نقول، وهذا كله يعني وضعناه في شكايتنا ويعني وفي مراسلتنا. ولهذا لما أغلق الباب مؤخرا جميع الإخوان ديالنا المناضلين، أقول النقابات الجادة والفاعلة في الميدان، وضعنا طلب لقاء السيد الوالد الجهة وكذلك السيد الوالد الأمن، لم نرى جوابا، بل أصبحت لقاءات سرية من بعض تمثيلية القطاع التي لا تصف مصلحة المهنة والمهنيين، هذا من جهة. فاليوم هذا اللقاء تبلور يعني مع الإخوان ديالنا ديال لا سيديتي أنه المخرجات ديالو غتكون وقفة احتجاجية، سيعلن عن وقتها يعني زمان ومكان إن شاء الله تعالى في العاجل القريب. وأشكر كل المهنيين الذين حجوا بكثرة للدفاع على طالبين وحقوقهم، واشكر كل الهيئات يعني الفاعله والجاده في الميدان التي حضرت وجمعويين التي حضرت في هذا اللقاء. ولكي لا اطيل اشكركم جزيل الشكر جريده الحياه على مواكبتك دائما يعني لهذا القطاع المتدمر، قطاع سيارات الاجره التي يعني دخل غرفه الانعاش يعني لقد طفح الكيل وصل السيل والزباء. فاليوم الاحتجاج هو الحل، فهذا حل يكفل لنا الدستور الفصل 29 من الدستور، عندما ينتهي الحوار عندما لم نرى النتيجه من المسؤولين فالاحتجاج حق مشروع يخون الدستور. وشكرا جزيلا لكم لكل الرفاق. السلام عليكم ورحمه الله. بالمحسن محمد، نائب الكاتب المحلي للاتحاد الوطني لسيارات الاجره المنضوي تحدي الاتحاد العام المقاولات والمهن. بطبيعه الحال اول حاجه كنبغيو نجدو التعازي ديالنا الحاره للاخوان ديالنا اللي توفاو في الزلزال اللي ضرب مناطق الحوز. بطبيعه الحال كنتمنوا الشفاء العاجل للمصابين. ثاني حاجه كنشكروا الاخوان ديالنا في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل على هذا اللقاء التواصلي اللي قاموا به من اجل مناقشه المشاكل اللي كنعيشوها شحال هذه، ماشي هذه المشاكل ماشي وليدات واحد اللحظه، هذه 20 عام ولا اكثر وحنا كنعانيو من هذه المشاكل اللي هي كتمثل في الاكتساح ديال الصنف الاول لمدينه الانوار، وكذلك هو مثال كاين الصنف الغير سري وتركز على الغير سري، لان في مدينه الانوار عندنا في الرباط كنلاحظوا ان اي واحد عنده سياره يمكن له يهز وينقل اي شخص او اي مواطن بدون تدخل لا سلطات امنيه ولا حتى حاجه. وهادشي بطبيعة الحال واضح لنا وباين قدامنا وامام اعين ديال السلطات الامنيه. ثاني حاجه كنتمنى او الطلب ديالنا هو تطبيق القانون، هو حمايه مجال الاشتغال ديال الصنف الثاني داخل مدينه انوار، الشيء اللي سنين وحنا كنطالبوا به ولايه الامن ولايه الجهه، وكنسمعوا وكناخذوا غير محاضر الاجتماع، ما كاينش التطبيق ما كاينش التفعيل. المشكل الاساسي اللي كاين هو في الاداره، ما باغاش في مدينه انوار طبق القانون. واش هذا الصنف الاول او النقل السري عندهم تاهما دخل فيه او هما اللي دايرينه او كيسترزقوا منه الله اعلم. المهم عندنا في مدينه الانوار عاصمه المملكه فوضى عارمه في نقل المواطنين امام اعين السلطات الامنيه والولائيه بدون اي تجاوب. نشكر القناه ديالكم المتابعه ديالها اللصيقه بالقطاع، في كل مناسبه نوجدكم جنبا الى جنب. اللقاء ديالنا اليوم هو كباقي اللقاءات السابقه جاء نتيجة عدة مجهودات اللي تنقوم بها، ولكن تنتلقاو الربط من طرف السلطات الوصية على القطاع. فهذا اللقاء اليوم
تم الاجتماع ديال الاخوان تكلفت به الهيئه ديال المكتب ديالنا المحل المحلي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل من اجل مس المعاناه اللي تعاني من القطاع. في المعاناه نعرفوا احنا جميعا، ولكن باش ما يتسجلش علينا بان تنأطرف الناس او لا تنحرضوا الناس. فاليوم تم هذا اللقاء من افواه السائقين، الكل يعبر على المعاناه اللي تخبط فيها القطاع، والكل اللي اصبح فاهم الرساله ديال التملص على الاداره من الواجب ديالها. فالا كنا تنشوفوا المواطن اللي هو صوره طبقا للاصل المسؤول، فبالقدر تنشوفوا التخبط ديال السائقين، تنشوفوا التخبط ديال الاداره. فباي حق وباي شكل ان اداره تصدر قرار او عقد سميتو عقد اجتماع محضر اجتماع وما تفعلوش، واش تضحك على الممثلين؟ واش تنسى بان الممثلين راهم شركاء بقوه القانون وبقوه الدستور؟ دير معك ما ديرش محضر، ولا دارتو ما تنفذوش. شنو الغايه منه كاع؟ وشنو الغايه من الاجتماع؟ حنا ماشي حاجتنا الاجتماع، فحنا حاجتنا للقاء او اجتماع يكون جاد ومنتج يبان على القطاع. اما كان اجتماع من اجتماع، حنا داخلين الاداره حنا تناخذوا سيلفيات، حنا ما جايينش لديك المهمه. المهمه ديالنا في المكتب المحلي سي دي تي، وهو الدفاع عن حقوق السائق. والغريب في الامر ما تنطلبوش اضافه جديده، تنطلبوش فعل القانون لا اقل ولا اكثر، يفعلون غير القانون اللي عندنا دابا فكفى. فتحيه السلام عليكم، معكم يونس سناح الكاتب المحلي القطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لشغل المغرب. فهذا اللقاء اللي قامت به يعني النقابة ديال السي دي تي مشكورة. بطبيعة الحال ناقشنا جميع المشاكل التي يعيشها قطاع ديال سيارات الأجرة الصنف الثاني مدينة الرباط، وللأسف أنه تنشوفوا هذه المشاكل يوما عن يوم تزداد. للأسف رغم هذه سنوات هذه وتنطالبوا يعني على اساس اننا نلقاو حلول لهذه المشاكل، لكن للاسف كما قلت ان المشاكل غدا تتزاد. وهذا اللقاء جاء يعني لقاء مع المهنيين باش ناخذوا يعني الافكار ديالهم، باش نحاولوا ما امكن نبلوروا واحد الموقف جاد ومسؤول من طرف النقابات هذه. تحيه للقناه الحياة اللي هي دائما والحمد لله مواكبة لهذا القطاع، ومن خلال هذا اللقاء اللي تم اليوم التواصلي فكان يعني فيه وتسبب فيه يعني مجموعة ديال المشاكل اللي كيعيشها المهنية ديال قطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني بمدينة الرباط. ومن ضمن المشاكل والاختلالات اللي كيعيشها وتسبت في هذه المشاكل هذه هو سوء تدبير الإدارة للقطاع، فمن خلالها وتواطؤها مع الصنف الأول الذي يعتبر هو النقطة والمحور الأساسي اللي كان يعني تسبب في هذا اللقاء هذا. وكان المعاناة اللي كان يعانيو منها هو أصبح أن سيارات الأجرة من الصنف الأول تجول بواحد الشكل زقاق وشوارع مدينة الرباط وتعمل العمل ديال سائق سيارة ديال الصنف الثاني مع كامل الأسف بدون حسيب ولا راقب. مجموعة ديال الشكايات، مجموعة ديال الإرساليات تم بعثها للإدارة وإرسالها للإدارة، ولكن لا توجد يعني اي تجاوب جاد ومسؤول. فلذا كنقولوا بان وجب اننا نخرجوا بمحطات نضاليه مستقبليه اللي من خلالها يعني يتحقق الملف المطلوب ديالنا.